ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا على الهواء مباشرة من العاصمة الكينية موفد التلفزيون المصري علاء رشوان. علاء، بعد التحية، أطلعنا على جدول أعمال القمة والتحضيرات الجارية، تفضل. نعم، هذه التحضيرات الجارية التي تضم وتشمل عدد من الاجتماعات التنسيقية التي تسبق انعقاد القمة نصف السنوية للاتحاد الافريقي والتي تستضيفها العاصمة الكينية نيروبي، انطلقت منذ العاشر من الشهر الجاري ولا تزال تستمر حتى اللحظة. عدد من الجلسات التي ضمها اجتماعات هذه القمة اليوم 4 اجتماعات هامة بدأت منذ صباح اليوم وتستمر حتى الآن. ربما أحد أهم هذه الاجتماعات هو الاجتماع الخاص بمناقشة الإصلاح المالي والمؤسسي في آليات عمل الاتحاد الإفريقي. هذه اللجنة التي تترأسها مصر والتي قدم خلالها مندوب مصر الدائم لدى الاتحاد الإفريقي السفير محمد عمر جاد عدد من الرؤى المصرية التي تتعلق بالإصلاح المالي والمؤسسي والجهود التي بذلتها مصر مع الأمانة الفنية وسكرتارية وهيئة مكتب الاتحاد الافريقي طوال العامين الماضيين. ايضا كانت هناك جلسة تتعلق بوضع التعليم في القارة الافريقية وجلسة اخرى ناقشت اوضاع البنية التحتية في عدد كبير من الدول التي تشهد طفرات متلاحقة من عمليات التنمية المستدامة في القارة السمراء. ربما من الجدير بالذكر الاشارة الى ان هذه القمة النصف سنوية هي قمة يحضرها عدد محدود من الرؤساء وقادة الحكومات الإفريقية التي تتزعم أو تترأس بلادها التكتلات الاقتصادية الهامة في القارة الإفريقية، بالإضافة إلى عدد من الملفات واللجان الهامة التي تتولاها هذه الدول وقادة ورؤساء وحكومات هذه الدول. تحديدا نتحدث عن التكتلات الاقتصادية الكبرى في القارة الإفريقية، الساداك والكوميسا وتجمع جنوب شرق إفريقيا، بالإضافة أيضا إلى لجنة النباد التي تترأسها مصر، وأيضا اللجنة الخاصة بمناقشة الخطة العشرية لأجندة التنمية المستدامة حتى عام 2063. هذه الموضوعات التي سوف تقدم خلالها وتقدم عدد من الرؤى وخطط العمل التي تضمن تفعيل آليات عمل الاتحاد الإفريقي في المرحلة المقبلة، وأيضا النظر في الجهود المبذولة طوال الأعوام الماضية بالمشاركة بين مصر من جانب وبين عدد من الدول الإفريقية وأيضا منظمة أو مفوضية الاتحاد الإفريقي، بالإضافة أيضا إلى عدد آخر من الموضوعات التي سوف تكون مطروحة على أجندة عامة الرؤساء والقادة وقادة الحكومات المشاركين في هذه القمة التي سوف تنطلق بشكل رسمي على مستوى الرؤساء يومي السبت والأحد القادمين. سوف تنظر هذه القمة في عدد محدود ولكن عدد مهم من الموضوعات والملفات، يترأسها ملفات تتعلق بتحقيق التكامل الاقتصادي القاري، تحقيق آليات عمل اتفاقية التجارة الحرة بعد الشروع في تطبيقها العام الماضي، وأيضا النظر في موضوعات لطالما كانت مدرجة على أولويات عمل الاتحاد الإفريقي، يعني من بينها تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وأجندة التنمية المستدامة حتى عام 2063، النظر في موضوعات أخرى تتعلق بالشباب، المرأة، الصحة، التعليم وغيرها من هذه الملفات الهامة التي سوف نتابعها بعد انطلاق فعاليات هذه القمة يومي السبت والحد. نعم. بحضور عدد من الرؤساء والقادة الأفارقة الذين سوف يشاركون في هذه الاجتماعات النصف سنوية التي تستضيفها هذه المرة العاصمة الكينية نيروبي. نعم نعم، زميل علاء رشوان موفد التلفزيون المصري كنت معنا من العاصمة الكينية، شكرا جزيلا لك.